واحد. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى الكل يكون على خير. مرحبا بكم في قناه ام امير كندا. اليوم جبت لكم غوسات ديال البغرير ناجحه 100%، ما عنديش الملحه. يلا تخرجوا معايا باش تشوفوا الاجواء على برا كيف دايره باش نجيبوا الملحه. شفتوا معايا الاجواء باش نجيب الملحه باش ندير لكم البغرير باش نعطيكم لاغوسات اللي ناجحه. جبنا الملحه، كناخذوا معلقه ديال الملحه صغيره، معلقه ديال خميره ديال الحلوه، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، كلهم معالق صغار، معلقه معلقه. كناخذوا كاس ديال السميده، ناخذوا كاس جوج كيسان نورمالمون ديال الفورس، كاس ديال السميده جوج كيسان ديال الفورس. نخلطوا هذا الشيء، عرفتي البنات هاد الطريقه ما يمكنش ان البغرير ما يصدقش لك. من نهار جربتو بهاد المقادير الله يذكرها بخير رجاء، شكرا ليها من هاد المنبر. وانا ديما في اي مناسبه ولا هذا كنصايب البغرير وكندي، كيجيني اسهل حاجه. درجات البنات شادين فيا كيقولوا لي مولات البغرير يا امال. كنديروا ربعه الكيسان ديال الماء يكون دافي، هاد الكيسان ديال الماء دافي، كاس ديال السميده جوج كيسان ديال الفورس، معلقه ديال الملحه صغيره، معلقه ديال الخميره ديال الحلوه صغيره، ومعلقه ديال الخميره ديال الخبز صغيره. وكنخلطوا كل شيء هنا في هاد البول ديالنا، من بعد نديروه في الخلاط الكهربائي. ساهل، ما كياخدش وقت. هاد المقادير ما تزيد عليهم ما تنقص عليهم، فريمون تبقاي تشكريني ديما. دابا كيف ما شفتوا البنات درنا في خلاط كهربائي، ضربناه 5 دقائق، غادي نخليه في الكاس بحال هكذا واحد مده 10 دقائق، ومن بعد نبداو الطياب ديالو. غنخليه بحال هكذا مسدود عليه، ومن بعد نبداو الطياب ديالو ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البغرير ديالنا ها هو، كنحركوه قبل ما نبداو نطيبو، نطلعوه من تحت للفوق نتخلطيه كله، وابخي كتبقاي تهزي القياس. ديجا عندنا المقلاة سخونة، اول بغريرة انا ما كتعجبنيش ديما، مي بان ليا ما شاء الله هذا مثقب. كيف ما كتشوفوا معنا البغرير ديالنا هو كله مثقب البنات. بالنسبه للمقله انا عييت قبل انني باش ناخذ مقله سبيسيال طيفال، وهذا انا طحت في هذه المقله ما ماركه ما والو، مخليها خصيصا البغرير. من الاحسن البنات المقله ديال البغرير ما تستعمليها في حتى حاجه، تبقى ديال البغرير. انا هذه بالصدفه الناس بقليه فيها ما كتلصق،
ما والو، هي ما ماركه ما والو، يعني صدقت لي احسن من ديال تيفال. يعني الا كان كيصدق لك البغرير شي مقله خبيها، هذيك خليها خصيصا للبغرير. شوف البنات البغرير كيجي كله مثقب خفيف غزال. ها هو البنات البغرير ديالنا واجد. مادام مشيت ضربت تمر على الملح باش نجيبها لكم في هاد طومبيت، قررت اني نقدم لكم الطبله في البالكون باش تشوفوا الجو كيف داير بالصحه والراحه. لا غوسيت للبنات ناجحه 100%. تحيه من هذا المنبر الرجاء اللي عطاتني هذه الوصفه، من تما وانا ديما الحمد لله شبعانه بغرير. نتمنى انكم تاتوا تجربوه، تردوا لي اخبار، تخليوا لي كومونتير وديروا لي جيم ودقوا الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. بالصحه والراحه، خليتكم في امان الله.